رمضان مبارك سعيد باش ما تتمناو الصحه والسلامه وكاع داكشي اللي كتمناو. دونك هذا فيديو ديالنا دونك سوف اون انتروداكسيون ديال ان بروغرام ديال 30 يوم لهذا الشهر الكريم اللي غتكون سبيسيالمون على لا نوتريسيون ou le sport, le régime, garder la forme ou prise de masse. Donc, dans la vidéo spécialement à la base de Jeunesse qui t'abonne sur Instagram, hello et ça. Voilà, donc surtout on a reçu beaucoup de demandes la perte de poids en Ramadan. Donc qui m'a fait beaucoup de gens qui désirent le poids dans le mois là. Donc c'est tout à fait normal qui m'a fait chauffer la table marocaine à amra les matières grasses et sucreries au chiouette maghrébien. Donc c'est pour ça la majorité qui désirent le poids. Et c'est pour ça que nous avons fait ce programme qui est jour par jour pour trouver un résultat époustouflant. Donc voilà, donc il m'a dit comme juste introduction. Et après, nous avons épisode par épisode et nous avons un programme personnalisé pour perdre de poids en même temps. Nous avons fait d'accord. Et après, Issam il a reçu beaucoup de messages par rapport aux personnes qui ont la prise de masse ou de consens. Donc, comme Seftolia ou Issam bien sûr, parce que c'est sa spécialité. Seftolia un message sur Instagram. Et après, on va préparer un programme personnalisé ou Radindiro en vidéo aussi. Donc, Khliukum Anna. Donc, voilà. خليكم مع لا بروميير كيسيون اللي كتطرح بزاف بزاف في هذا الشهر الكريم. كيف قالت لكم وصال بزاف ديال الناس كيصيفطوا لنا دي ميساج باغ انستغرام باغ ايميل كيبغيو يعرفوا دي بروغرام دونترينمون دي بروغرام دي ريجيم اليمونتير كو سوسوا بور اون بريز دو ماس بير دو بوا او بيان لو مانتيان. بزاف ديال لي كيسيون كيطرحو في هاد لو سوجي ولا كيسيون لا بلو فريكونت هي الوقت ديال لونترينمون امتى يترينين واش قبل ولا مورا الفطور. باش نجاوبكم على هاد لا كيسيون غنشرح لكم واحد الحاجه شويه بعيده اللي هي لو كور ديالنا منين كيجيب ديك الانرجي فاش كنكونو كنترينيو نورمالمون فاش ابار رمضان كنكونو واكلين مزيان. اول حاجه كيحرقها لو كور باش ياخذ الانرجي هما لو غليكوجين. لو غليكوجين في كاين دو ريزيرفوار ديال لو غليكوجين في لو كور، لو بروميير في الكبدة لو دوزيام في لي موسكل. دونك غليكوجين ديال الكبدة نخليو ابار ما كنستعملوش بزاف غنهضروا على ديال لو موسكل. دورون ان افور لو كور كيحتاج واحد الطاقه كيجيبها من لو غليكوجين اللي كاين في لي موسكل، يعني كياخذو كيحرقو كياخذ الطاقه ديالو حلو ATP مهم داكشي اون ديتاي بزاف. ديرون لو جون كنديرو بزاف ديال ليفور في النهار كنحرقو هذاك الجليكوجي اللي كيكون في الميوسك يعني فاش كتكون صايم دوك لي زيفور اللي كدير سوا كتخدم ولا كتقرا كدير شي ايفور فيزيك ديك لينرجي كتجيك من الجليكوجي اللي كان في الميوسك، يعني سيرتو فاش كيبدا يقرب شويه الاذان ديال المغرب كيكون داك لا ريزيرف ديالك ديال الجليكوجين كتكون قربات سالي. نتا كتجي كدير سبور ساعة ونص ولا ساعة قبل من الفطور، يعني كديرها بواحد لا ريزيرف فيها 0% ديال الجليكوجين، يعني لو كور ديالك منين غيجيب ديك الانرجي الا ما كانش الجليكوجين. دوزيام شوز بلو سامبل بلو فاسيل ا ديتروير بالنسبه لو كور باش يجيب لنا الانرجي هي لي زاسيد زاميني. لي زاسيد زاميني هما لي كومبوزون ديال لي بروتيين entre parenthèses les composants des muscles. Yani, le corps qui dégrade les muscles de force, la dégradation musculaire, qui crée les acides aminés, et qui crée l'énergie de l'eau, et qui mène vers l'effort que tu as fait le fort. Mais après le fort, l'état normal, qu'est-ce qu'on voit que la réserve d'air, qu'est-ce qu'on recharge, que ça met le glycogène qui compte les muscles d'air. دوزيام كيسيون اللي كطرح بزاف كو سوسوا في انستغرام ولا حتى في خدمة مع الناس اللي كنتلاقى كيقول لي من بعد رمضان كيفرحوا كيشوفوا راسهم نقصوا بزاف ديال لي كيلو 4 6 كيلو، مي كيفوت رمضان كيدخل الشهر الثاني
كيلقاو راسهم كيعاودوا لو كور ديالهم كيعاود ياخذ بزاف ديال لي كيلو وكيتزادوا في لاكراس بزاف كيولي لو كور ديالهم خفيف عندهم لاكراس بزاف سورتو في الكرش لتحت ديال لي بغا جناب لي اونش ما كيعرفوش علاش الوغ كو هما يلا خارجين من ان ريجيم كانوا دايرين ان بون ريجيم لونترينمون كانوا كيترينيو قبل الفطور وهذا هو المشكل كيف قلت لكم في لا بروميير كيسيون فاش كتريني قبل من الفطور لا بروميير سورس ديال لينيرجي دو كور كيجيبها من لي اسيد امينه من لي موسكل يعني لو كور ديالك كيديغرادي لو موسكل باش هذاك الطرف اللي غيديغرادا غيحرقو غيولي انرجي غيستعملو في ليفور فيزيك او ميم طون راك مقصي من لو موسكل يعني هذوك لي كيلو اللي كتنقص في لافان ديال لو رمضان كتلقى نقصتي 2 ولا 3 كيلو راه مشاو لك من لو موسكل ديالك كيفاش تعرف بلي راه نقصتي من لو موسكل ديالك كاين ان افي سور لو شون كيتبقى عليك ابخي 3-4 جور كتولي تحس بلا فاتيك بزاف ديرون لا سيونس كتحس بلي موسكل ديالك ابويزي ما قادرينش يكملوا لا سيونس دوزيام افي سكوندير هو لو بروبليم اللي كيلقاهم كيلقاو الناس ابخي رمضان كياخد لو كور ديالو عنده اون ميموار مثلا كانت فيه 75 كيلو في رمضان نقص 5 كيلو كتولي فيه 70 مي ديك 70 مشات ليه من لو موسكل لو كور ديالو كيبغي يرجع لو بوا ديالو 75 كيلو اسهل طريقه باش يرجع ليها هو لا غراس كيولي اي حاجه دخلتيها لو كور ديالك كيحولها لغراس كيستوكيها في لو كور هكذا كيبقى غادي بهاد لا مانيير حتى كيوصل لو كور نورمال لو بوا نورمال ديالو اللي هو 75 كيلو Voilà, Devendozo, le plat principal. Le plat principal, pour avoir une alimentation saine ou une perte de poids qui est saine. Le plat principal, c'est 50% de fibres et de glucides. Si vous avez le fibre et le glucide, vous avez bien sûr les pâtes, le riz et les légumes. Par exemple, 50%, 25% légumes, 25% riz ou bien des pâtes ou bien un petit morceau de pain. D'accord. Après, غادي تبقى لينا واحد 30% غادي نخصوها البروتيين اللي كنلقاو في لي بواسون في الفرماج في اللحم في البيض في الطون 30% هذيك 20% اللي غادي تبقى لينا غادي نخصوها لي ليبيد لي ليبيد بيان سور غتكون ناتورال هي التونيات اللي غادي نلقاوها في لافوكا في لي فروي سيك دونك كيما قلت لكم دابا حنا غير كنحددوا لو بورسانتاج اي ابري غادي نعطيوكم ان بروغرام بيرسوناليزي ديال غنوريكم مثلا 50% دو فيبر ولا دو افيك غلوسيد شحال بالغرام اي اوسي 30% دو بروتيين هي شحال اون غرام في اللحوم ولا اون فرماج اي اوسي 20% ديال لي ليبيد دونك فوالا كيما قلنا L'assiette d'Yana, c'est comme qu'on a 50% d'Yana légumes et glucides, 30% de lipides, le plutôt protéines, et le dernier pourcentage, il voit les lipides, on a d'Yana d'Oniette Tabiria. Donc d'abord, غادي ندويو على واحد ليليمون كي تريز امبورطون في هاد الشهر هذا اللي هو الماء بزاف ديال الناس كيتناولوا الماء كيقول لك انا جي بري 2 لتر دو جي بري 3 لتر دو alors que كنموت بالعطش بوندون لا جورني ما كيجي فين يوصل المغرب حتى كتلقاني شحبت بعطش سي كوا لا كوز هاد السيد ولا هاد السيده الطريقه اللي كتناول بها الماء طريقه خاطئه Donc d'abord, on va vous montrer la bonne manière de vous faire la bonne quantité de l'eau ou qui fait le corps de l'eau. Donc, ce qui est le plus important de l'eau, qui nous ça fait une fois que vous avez fait le corps de l'eau, vous je ne sais pas, continue. Mais qui est une séparation entre la quantité de l'eau ou la quantité de l'eau ou la quantité de l'eau. Et c'est pour ça la raison que les gens qui ont la toilette à maintes fois. Ils j'ai une toilette. Parce que la quantité de l'eau ne pas préserver le corps. Le corps de l'eau ne fait pas de rien que je les urines. Donc, la façon dont ils ont le corps de l'eau, هو انني نسيباري لي كونتيتي ديال لا بريز دو
فرقت شويه بواحد شويه فرقت الصيام ديالي بواحد شويه ديال الماء ناكل شويه ديال المهم غادي نعطيكم في لو بروغرام جو غادي تاخذوا ابري لا روبتور ديال لو جو مي تكون اون كونتيتي فريمون سيباري لا كونتيتي الاولى تكون بعيده على الكونتيتي الثانيه الكونتيتي الثانيه تكون بعيده على الكونتيتي التاسعه اي انسي دو سويت الطريقه الثانيه اللي غيستافد منها لو كور ديالكم من الماء شنو هي هي انني نتناول لي زاليمون كي سون ريش بالماء عندكم ماتيشا عندكم خيار عندكم لي ليغوم عندكم لي فروي كاين لي فيبر كاين لي جو سون سوكر لي جو سورتو ناتوريل دونك انا ماشي جو في مي كونتونتي نقول فوالا لي بيزوان ديالي هي 3 لتر دو راك جو دو بوار 3 لتر دو نو سيدي تقدر تشرب 1 لتر اي دمي دو مي الا خديتي اون كونتيتي دو فروي لا كونتيتي دو فيبر ولا كونتيتي دو جو ناتوريل ولا مثلا كاينين ميم دي زاليمون كي سون ريش اون en protéines ou en même temps fait une la petite quantité d'eau donc je calcule anaya pour combler هذاك le besoin ديالي qui est 3 litres d'eau حاجه اخرى اللي غتعاوني في تخزين الماء في لو كور ديالي واللي ما غاديش يخليني انني نحس بالعطش pendant toute la journée و en même temps غادي يعطيني واحد الطاقه pendant toute la journée parce que كيما كتعرفوا طون كيل يا اون اكتيفيتي غير تحركت غير تسخرت ولا غير مشيت خدمت ولا غير مشيت قريت راني كنحرق راني لو كور ديالي ايبر اون غروند كونتيتي دو دونك كيفاش نخزن انا هذاك الماء ديالي اللي كنحتاجو بوندون لا جورني هي انني ناخذ لي فروي لي فروي اي سون تري ريش اون فيبر كثر من لي ليغوم دونك ناخذ واحد لاسيت ديالي تكون مشكله سورتو هكا دلاح عنب تفاح ليمون تكون مشكله سورتو قبل من العشاء ديالي ولا اوسي قبل من الفطور ناخذ واحد شي شويه في باغ اكزومبل اون جو ولا الا كان في العشاء ديالي تعشيت ولا قبل من العشاء بلوتو نجي وناخذ لي فروي ديالي وعاوتاني في السحور ناخذ واحد لا كونتيتي دو فروي هكاك غادي تخلي راسك انك خديتي لا كونتيتي نيسيسير اللي محتاجها لو كور ديالكم دونك لا مانيير ديال انني نشرب 3 لتر ديال الماء بلا ما نحبس راه لو كور ديالكم غادي يديغاجيها ما غاديش يستافد منها دونك كونسومي بلوس دو فيبر و سيباري لا كونسوماسيون ديال لي كونتيتي ديالكم ديال الماء من بعد ما شرحت لكم بلي لونطريمون قبل الفطور كتخلي لو كور ديالنا يستعمل لي ميسكل كوم ان كاربيرون كوم اون سورس دينيرجي يعني كيدخلوا في اون ديغراداسيون كياخذ منهم لينيرجي دونك ابخي رمضان داك لو بوا اللي كنكونو نقصنا كنكونو نقصنا لا ماجوريتي ديالو من لا ماس ميسكولور اوتوماتيكمون غتسولوني كيفاش نقدروا نحافظوا على الكتله العضليه ديالنا اللي غنصحكم اون بروميير شوز طلعوا لو طور ديال لي بروتيين في الماكله ديالكم يعني كاع لي روبا اللي غيكونوا ابخي الفطور ضروري خص يكون فيهم لو بروتيين كو سوسوا دي روبا او لا ديكولاسيون دوزيام شوز لي هو لا دوري ديال لا سيونس دونترينمون بيان سور غتكون مورا الفطور خصكم ما ديباسيوش اون اور لا سيونس ديما تكون خفيفه بين 40 حتى 40 دقيقه حتى ساعه ماكسيموم هكذا ما غتحرقوش بزاف لو كور ديالكم غيديش ان كرون ايفور وغتخليو لا فورم ديالكم وغتخليو لو كور ديما اكتيف حيت ما تنساوش لو بي من سبور في رمضان جوست بور غاردي لاكتيفيتي ريستي اكتيف ما تنساش على لونطريمون ديالك تبقى ديما غادي في داك لو ريتم وما تهبطش دونك تبقى غادي في واحد اولين ستوب ابخي رمضان تقدر تزيد في لانتونسيتي ديال لونطريمون ديالك دونك دابا غادي ندوزو للمرحله اللي هي مهمه اللي هي لا روبتور دو جو كيفاش نفرق الصيام ديالي كاين الناس اللي كينوض كيكون عطشان كيشرب كيمشي كيبدا كيشرب واحد الكونتيتي كبيره ديال الماء كاين اللي كيمشي نيشان لابلا برينسيبال كيكون داير شي طاجين هذا عفاكم راه بهذيك لا مانيير غير كتشوكيو لو كور ديالكم لحقاش راه دوز واحد الساعات ساعات هو بحال شي واحد ناعس ونتو رشيتوه بالماء سي لا ميم مانيير لو كور ديالنا في ديك الساعه في لا روبتور دو جو اول حاجه ندير هي انني نشرب غير واحد ثلاثه تجغيمات ديال الماء بحال جو لي بريبار انه يستقبل لي زاليمون اللي غادي ياخذ من بعد
Donc هذاك الماء اللي كنشرب ماشي حيت انا عطشان, سي جوست بور بريباري لو كور ديالي, بحال كتفيق واحد الانسان بشويه بشويه. فوالا هو الى غوزي واحد لا بوتيت كونتيتي دو, دونك فوالا هي الوحده ديالي بدات كتحرك بشويه بشويه. ايماجيني كون عطيتها من الاول شي شباكيه ولا شي جو سي با شي ضغمه ديال الخبز من شي طاجين, راه صافي تتشوكا كتولي باغا تخدم بالزربه بالزربه, ولكن هي ما يمكنش تخدم بالزربه في دان سول كو. دونك بشويه بشويه, دونك ثلاثه تجغيمات ديال الماء. اون بوغ الناس اللي متبعين, الناس اللي بغاو لا بيرت دو بوا, ثلاثه تجغيمات ديال الماء وثلاثه ديال التميرات. دونك التميرات حتى هما يا كما كتعرفوا هما علاش غادي نسبقوهم, ماشي حيت عاده ولا تراديسيون, مي حيت هما سريعين في الهضم وخفافين على لو كور ديالنا, و اون ميم طون كيعاون انه يطلع السكر بشويه بشويه. شي مثلا ندير حلوه نشوكي لو كور يطلع ليه السكر, ولا نعطي شي اليمون كي ريش اون ليبيد, ولا ما نشوكيوش عفاكم لو كور ديالنا. دونك نشربو ثلاثه تجغيمات ديال الماء, ناخذ ثلاثه التميرات بشويه بشويه, وابخي نعطي راسي واحد 5 مينوت نوض ندير نصلي ساعتين, نقعد مع طابل ندير شي حاجه, مي نعطي لو كور ديالي واحد الفتره باش يفيق, وسورتو ليستوما ديالي المعده ديالي انها تبريباري راسها باش بو ريسيفوار دي زاليمون اللي غتاخذ في لو بلا برينسيبال. دونك كيما قلنا بوغ لا روبتور غير ثلاثه تجغيمات ديال الماء يكونوا سيباري بشويه بشويه, غورجي با غورجي, و التميرات تما بشويه بشويه, اي جو مي روبوز 5 مينوت. وكيما شرحت لكم ابخي راه سا سخا لو بلا برينسيبال اللي تقدروا تستعملوه لو ميم اون رمضان اي لو ميم اور رمضان. وابخي جوست ابخي سيت كيسيون لا راه عصام غادي يشرح لكم اول بروغرام ديال النهار الاول ديال رمضان. Ou d'abord, on dose le régime alimentaire pour une perte de poids saine et sécurisée. Premier repas de la récolte de notre randonne, on voit le fthor, qui se sont à Wissal, chouillé d'éléments, classé de timérat, on est à Rome. Après, on va faire ce qu'on t'a qu'il aura, les quinze recombéras, les y a la soupe. Une soupe de légumes, tu conchouilles à ce rona. Menbed, on reste 150 g d'huile blanc de poulet, comme une source de protéines, ou 3 cuillères à soupe d'huile riz blanc. Comme une source de glucides. Deuxième repas ou la collation, بالنسبه للناس اللي كيترينيو غيكون ان بري ورك اوت, غيكون فيه اون بانان و 3 دات, ثلاثه تمرات و بانانا. ابري لا كولاسيون, وحتى بالنسبه للناس اللي كيترينيو من بعد ما يساليو لا سيونس ديالهم, غيكون عندهم ان بوست ورك اوت فيه اون سالاد كومبوزي دي بوت تون البيض والخضره. دابا وصلنا للسحور اللي كنصحكم بيه, تاخذوا دي بروتين اللي هما بطيئين في الهضم. علاش؟ باش فاش تكونوا صايمين كيبقاو لي بروتين يتهضموا بشويه بشويه, ولي كور ديالنا كيكون مازال كيستافد منهم. هادشي علاش كنصحكم تاخذوا كاس ديال الحليب 0%, مورسو دو بان كومبلي, وفي فرماج حتى هو 0%. دابا كنكونوا وصلنا للافان ديال هاد لا فيديو. ما تنساوش كيف قلت لك, كيف قلت لكم ويصال في الاول, هاد لو ريجيم لي عطيناكم راه غير اكزومبل ديال لو بروميي جور, مازال غنعطيكم ديال لو دوزيام جور تخوازيام كاتخيام حتى لافان رمضان. كوم سا غنكونو درنا 30 ريجيم اليمونتيغ صالح ليكم باش تنقصو البوا و تنقصو سيغتو لاكغاس في هاد رمضان. دونك خليكم متبعينا في لاشين, و متنساوش قبل ما تساليو هاد لا فيديو لايك و سبسكرايب في لاشين, و دوزو عندنا الانستغرام الى كانو عندكم دي كيسيون ولا دي زافي. مرحبا بكم, ا بيانتو.